الرسام 1/4/2012 اصلاحات في شارع الاسد في مدينه الرسام تتم بواسطه الصواريخ والقذائف المدفعيه والصاروخيه على هذه المدينه. خراب في الممتلكات الخاصه والمباني السكنيه والاليات في مدينه الرسام بالاضافه الى سقوط عدد من الشهداء ومن الجرحى في هذه المدينه. هذه اصلاحات في شارع الاسد. مرة الزابي المركز الإعلامي في مدينة الرسام الرسام